أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل يسر. في البداية أعبر عن سعادتي العارمة وأنا ألقي كلمة بمناسبة فنية كبيرة حجما ولفظا، متمنية لهذا المعرض المغاربي النجاح والامتداد، وأن يكون إن شاء الله نبراسا لكل المبادرات الجادة القادمة. فهذا المعرض يرمي إلى تتمين دور الفن في الربط بين الشعوب المختلفة من حيث الديانات والثقافات والتقاليد والعادات، فما بالك بأقطاب عربية توحدها نقاط مشتركة مختلفة أيضا. فالفن هذا الصفاء الروحي الذي يعبر عن دواخل الفنان يسعى اليوم إلى الجمع بين الأقطاب العربية. فشكرا لكل المساهمين في إنجاح هذا المعرض الكبير، وأشد بحرارة على أيديهم وأقول إن شاء الله أن تكون هذه المبادرة دعما لكل المبادرات الجادة القادمة، وأن تكون افتتاحا لدبلوماسية فنية يلعب الفن فيها وبكل أشكاله وألوانه وعلى رأسه التشكيل دورا كبيرا في الجمع والتوحيد. فمن خلال هذا المعرض تمتد الجذور المغاربية وتبنى الرواجب الفنية لبناء مغرب عربي ممتد فنيا وبكل المقاييس. شكرا لكم.